السلام عليكم. اليوم سأريكم بعض التقنيات التي يعتمدونها في ما يسمى بالفيديك مات، يستعمله الهنود كثيرا، وهي لتسهل الحساب وخصوصا عمليات الضرب. سنبدأ بضرب الأعداد التي عشراتها واحد. ماذا نفعل؟ إذن نأخذ الوحدات، هنا لدي اثنان وهنا لدي ثلاثة. واحدة في الوحدات نحصل، كيف نحصل على وحدات الجداء؟ نضرب اثنان في ثلاثة فنحصل على ستة. ولكي نحصل على باقي الأرقام ماذا نفعل؟ إما هناك طريقتين، إما أكتب 12 زائد 3 تعطيني 15، أو العكس، 13 زائد 2 تساوي 15، وبذلك أكتب هذه 15 أكتبها هنا فنحصل على 156. نأخذ مثالا آخر، مثلا 4 في 12. ماذا سنفعل؟ نأخذ الوحدات نضربها في ما بينها، 4 في 2 نحصل على 8، ثم أكتب 4 زائد 12 هي 16 فأكتب 16 فأحصل على 168. إذن إذا لاحظتم فإن في المثالين الوحدات أقل من 5، أقل من 5، 2 أقل من 5 و3 أقل من 5، وهنا 4 أقل من 5 و2. أما إذا كان لدي أعداد يفوق ضربها العدد 10، إذن نعتمد على نفس الطريقة ولكن التغيير سيكون بسيط. إذن هنا 7 في الوحدات وهنا 8 في الوحدات. سنكتب، إذن سنضرب 7 في 8 هي 56، سنحتفظ على 5. وماذا سنفعل؟ سنفعل 17. هنا أيضا طريقتين، يا إما 17 زائد 8 تساوي 25، وأضيف الاحتفاظ لتعطيني 30، أو 18 زائد 7 تساوي أيضا 25، وأضيف الاحتفاظ سأحصل على 25 زائد 5 تساوي 30، وأكتب هنا 30. إذن 17 في 18 تساوي 806. أرجو أن تكونوا فهمتم وأن تستعملوها لكي تسهلوا الحساب عندما يكون لديكم أعداد عشراتها واحد. وإلى اللقاء في حيلة أخرى من فيديكمات.